صباح الخير عليكم، كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم الصباح ديال الجمعه ان شاء الله. بعد ما فطرنا وسالينا غنوض نغسل المعنات، صافي غندير شويه ديال الماء سخون وشويه جافيل وغنغسل المعن عاديين. صافي هاد الشبكه هادي كتساعدني باش نحط فيها المعنات، هاي كنغسلو كنحط فيها. صافي ملي غنكمل وغنسالي غنمشي نتغدى، وانا كملت الحمد لله وساليت المعنات ديالي وجمعت الكوزينه. بعد ما تغديت جات الخضيره، والخضيره غاليه وفيها الشياط ما نقولش ليكم، مطيشه دايره 10 دراهم. صافي البنات، بعد ما سالينا ونقيت الخضيره وجمعت المعنات وقادينا، صافي غنحيد الزبيله وغنمشي دابا نصب. صافي بعد غناخد ديك هاد البريمه هادي، خديتها من بيل، صدقت لي الصراحه غزاله ب 2400، فن فن ما كتحرق ليا ما حتى شي حاجه. صافي بعد ما غسلت مطيشه وقاديتها ونقيت الخضيره وقاديتها، دابا غنصب غديوه ديالي. صافي جبت مطيشه غسلتها غنحكها دابايا على هذا الشكل هذا، غنحكها في الحكاكه باش يجيكم زوينه، باش يجيكم زوين الطعام. هي حكو مطيشه كتجي غزاله. صافي بعد ما نشلضوا البصله على جوج بصيلات غنشلضوهم على هذا الشكل هذا، وغنديروا العطريه، غنديروا المليحه، وغنديروا الزيت على هذا الشكل هذا، غنديروا الزيت ونديروا الملحه ونديروا الابزار والسكنجبير والخرقوم، واحد معلقه ديال حكمه طيشه ونص معلقه ديال راس الحانوت كتجي يا سلام. صافي غنخليته تنصب بعد ما تقلى. صافي غنجيب واحد العطريه ولات ليا حالتها حالتها حالتها. صافي غنمسح على هذا الشكل هذا، كندير واحد البرودوي عرفتي كيخرجوا مني تبارك الله، دابا نشاركوا معكم كيخرجوا تبارك الله كيلمعوا. بعد ما غنمسحهم غنحللهم، دابا غنمسحهم كاملين وعاد غنجيب العطريه. تقديت العطريه حتى هي، غنقدي شويه سكنجبير شويه ديال الخرقوم، غنديرهم دابا في هاد القريعه تيساعدوني بزاف بزاف ما نقولش لكم زوين. خديت هاد ديال العطريه خديتها ب 4000 ريال وتستاهل 4000 ريال تبارك الله، زعما كتساعدني بزاف. كنحطها قدامي ما نخلي ما ندير فيها لتحت الفوق العطريه ولتحت دوك الاعشاب الزعتر الخرقوم داك وراق سيدنا موسى اي حاجه كندير لتحت، حيت عندي 12 وحده فيها. صافي بعد ما مسحناها وقديناها مزيان، شوفوا تبارك الله كداك البرودوي كيخليها كتلمع كتلمع بزاف. صافي غنمشي لديك العجانه حتى هي غندور بها وغنسحب داك البرودوي. وهذه العصاره تبارك الله ديال اي حاجه ديال البيم كتصدق غزاله غزاله. هاد العصاره دابا عندي عامين ما نقولش لكم كي كتجي كي زعما كتعصر القهوه كتعصرها غزاله، غير زعما لقيتو بحال هاد الماركه غير زعما خذو خذوها. وهاد العجانه هي تبارك الله راه صدقت ليا غزاله. غنديروا الفوره الاولى. صافي بعد ما مرقنا وغلات لينا غنديروا الفوره الاولى، غنشارك معكم غير الفوره الاولى تنسقي ان شاء الله وهانتوما معايا. صافي نتوما كتعرفوا كيف الكسكس كيفاش يطيب، انا بغيت نشارك معكم وصافي. وهذا النهار كبير كبير بزاف عند الله، كنتمناو جمعه مباركه وكنتمناو الرحمه للوالدين ان شاء الله مقبوله. صافي بعد ما سيت الكسكس ومشيت للصاله ديالي قديتها، مسحت الغبره شويه نفضتها حيت اي حاجه معايا ضروري، انا كل نهار خصني ضروري نسوس ضروري نقاد. صافي قديتها صوبتها نمسح دابا الغبره كامله، ندور على ديك الصاله كامله ان شاء الله تبارك الله. هادو خديتهم حتى هما ب 4000 ريال غزالين صدقوا لي زوينين. صافي بعد ما غنكمل وغنسالي غنمشي للطبيلات كلهم، غندوز على غندوز على الصاله كامله وغنحيد داك لاناب، غنمسح غنمسح لاناب مع ما فيش هذاك الميكا ديالو. انا ما كنبغيش ندير ديك الميكا، ما كتجيش زوينه ما كتعجبنيش. وهذا هاد الديكورات هادو اللي غنوريكم دابا تبارك الله هادو ديال بيم، اي حاجه كناخذها من عند بيم كتصدق ليا غزاله. هادو خدتهم ب 5000 ريال بجوج،
عرفتي ما نقولش لكم غزالين. شوفوا تبارك الله انا جيت من مع الجامع زعما عشان نقول لكم. صافي دابا غنكمل الشريج مات ديوني ديال الصلاه كندور بهم كاملين كلكم كلشي كنقادو. صافي بعد ما ساليت وجمعت الصلاه ديالي غنبخر واحد شويه تبخيره ديال يوم الجمعه ان شاء الله بحول الله. وشكرا لكم بزاف 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 بزاف. وما تنساونيش البصمه ديالكم الزوينه اللي كتحفزني وكتقويني باش ندير اي حاجه تعجبكم واي حاجه تنشاركها معكم. وغنبخر دابا بشويه ديال المسك تناخذو ديما عند واحد العطار غزال تبارك الله ريحه. يا سلام يا سلام كتديك ديما الجمعه اما العود اما المسك. وها هي القصريه ديالنا وجدات تبارك الله جات غزاله. وكنتمنى هذا الفيديو يكون خفيف ظريف عليكم. واي حوله عجبكم الروتين ديالي كتبوا لي. والسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.